ولنقاش ملف حملة إنهاء الإفلات من العقاب التي أطلقها ناشطون ومتظاهرون داخل العراق وخارجه في ظل استمرار استهداف الناشطين من قبل الميليشيات والقوات الأمنية، ينضم إلينا عبر الهاتف من ستوكهولم رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز علي الجابري. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا سيد علي، لأي مدى أدى ضعف القوانين والفوضى الأمنية وسلطة الميليشيات لتجسيد سياسة الإفلات من العقاب في العراق؟ هو بالحقيقة، السلام عليكم، بالحقيقة عليكم السلام، يعني لو كان هناك سياسة لمحاسبة القتلة والمجرمين في العراق منذ عام 2003 وحتى الآن لما كنا بحاجة إلى هذه الحملة التي انطلقت اليوم بعد أن شعر العراقيون أن هناك يعني سياسة الإفلات من العقاب أصبحت سائدة في العراق بفضل الحكومات المتعاقبة التي تحاول دائما أن تحمي القتلة وتشرع وجودهم في السلطات العراقية دون أن تتمكن من اتخاذ أي خطوة لمحاسبتهم. يعني كان هناك الكثير من الوعود، كان هناك الكثير من الشعارات التي رفعتها آخر حكومة هي حكومة الكاظمي، جاءت على أساس بنيت على أساس الكثير من الدماء التي سقطت في ثورة تشرين، وهناك سقطت حكومة عادل عبد المهدي وجاء الكاظمي وأطلق وعود كثيرة لمحاسبة القتلة ومحاسبة الفاسدين، لكن كما تتابعون جميعا أن هذه الحكومة هي امتداد لحكومات القتل وحكومات الإجرام وحكومات الفساد المتعاقبة منذ عام 2003. لذلك وجدنا أن من المناسب أن تأتي هذه الحملة لإحراج المجتمع الدولي ومطالبته بأن يأخذ دور الإنساني والقانوني والحقوقي ولا أن يكون داعما لهذه الحكومات. يعني اعتادينا منذ عام 2003 إلى الآن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية تدعم الحكومات العراقية بشكل غير مشروط، وهذا يجب أن يتوقف الآن. نعم. يجب أن يحاسب القتلة ويلاحقهم في هذا السياق. إلى أي مدى يمكن التعويل من خلال هذه الحملة على المجتمع الدولي في إنهاء سياسة الإفلات من العقاب في العراق في ظل التطورات الأخيرة أمنيا وكل الأزمات التي يمر بها العراق من جرائم القتل والإخفاء القسري والاختطاف وكذلك ما حدث مؤخرا في مستشفى الناصرية مستشفى الحسين؟ خليني أقول شغلة، المجتمع الدولي رغم أنه إحنا عندنا موقف سلبي من عنده ومن موقفه تجاه يعني دعم الحكومات العراقية المتعاقبة، لكن بالضرورة وبالتالي إذا كان هناك جهد جماعي مشترك وعمل منظم يقدم الأدلة على وجود قتلة يسرحون ويمرحون خارج العراق عندما يتجولون خارج العراق ويحملون جنسيات أخرى لبلدان أخرى أو يقيمون في بلدان أوروبية أو في الولايات المتحدة، عندما تقدم أدلة ووثائق إلى تلك الحكومات ستضطر هذه الحكومات وفقا لقوانينها أن تحاسب هؤلاء القتلة والفاسدين. على سبيل المثال الحكومة الألمانية وحكومة السويد حكومة فنلندا قامت بمحاكمة العديد من المقيمين وليس فقط حملة الجنسيات، من المقيمين على أراضيها متهمون بجرائم إبادة ضد الشعب السوري على سبيل المثال، أشخاص تابعين إلى النظام السوري وتم معاقبتهم ومحاكمتهم. اليوم هناك محاكمة ودعوى ضد عادل عبد المهدي رئيس حكومة القناصة في فرنسا، وبالتالي نحن نريد أن نعزز هذه الحملات بملاحقة لكل هؤلاء القتلة والفاسدين الذين جعلوا من أوروبا حديقة خلفية لهم ولثرواتهم ولعوائلهم. يجب أن تتوقف الحكومات الأجنبية الأوروبية عن دعم هؤلاء ويجب أن تسائلهم عن الأموال التي اكتنزوها وسرقوها من الشعب العراقي. يجب أن يحاسبوا على القتل ويجب أن يحاسبوا حتى على التحريض. نحن لدينا مجاميع كبيرة من العراقيين تحرض على قتل العراقيين وتجلس في أوروبا.
أستاذ علي، إلى أي مدى تظن، المعذرة على المقاطعة، إلى أي مدى تظن أن مثل هذه الحملات تحرج الأحزاب وتحد من هذه الانتهاكات في هذه الفترة تحديدا، في ظل تصاعد هذه الأصوات الموحدة داخل العراق وخارجه للتظاهر ضد هذه السياسة، سياسة الإفلات من العقاب؟ أنا أعتقد الأحزاب والميليشيات العراقية لولا شعورها بالخطر من هذه الحملة أنها ستؤثر عليهم وعلى مستقبلهم وعلى عوائلهم ما كانوا يهاجمون هذه الحملة قبل أن تنطلق. نحن نشهد حرب شعواء من قبل التنظيمات الإرهابية الميليشياوية والأحزاب المنضوية إلى السلطة المتورطة بدماء الشعب العراقي، يدركون الخطر ويدركون كيف سيتصرف أبناء الشعب العراقي في الخارج لملاحقتهم، وبالتالي هم يخشون على وضعهم في الخارج، ونحن سنكون مصدر قلق لهم وعليهم في الفترة القادمة أن يحذرون أن الجاليات العراقية ستلاحقهم في كل مكان وفي كل البلدان. سنقدم كل الوثائق التي تثبت تورطهم بالقتل وتثبت تورطهم بالفساد في العراق، وبالتالي سيكونون محاصرين فقط داخل العراق، وسنجبر المجتمع الدولي على التحرك أكثر وممارسة الدور الأخلاقي والقانوني لملاحقة القتلة ومحاسبتهم، كما يحدث في بلدان أخرى، كما حدث في سوريا وأمثلة أخرى كثيرة عندما قام المجتمع الدولي بدوره الحقيقي لملاحقة هؤلاء القتلة. هذا هو دور وأهداف هذه الحملة، أن لا تضع موطئ قدم لأي شخص من القتلة والفاسدين في أي دولة خارج العراق. باعتباركم أشرتم للحلول الممكنة، إلى أي مدى يمكن اعتبار تطهير الجهاز الأمني في العراق من الميليشيات والسلاح المنفلت هو المفتاح لبداية محاسبة هؤلاء المجرمين على انتهاكاتهم والحد من الإفلات من العقاب؟ نعم، احنا لما كنا نتحدث سابقا نقول القضاء العراقي مخترق ونقول الاجهزه الامنيه مخترقه، كان الكثيرين يحاولون ان يتهمونا بالمبالغه، لكن اليوم راح استشهد باخر حادثه، هي حادثه اغتيال الشهيد هشام الهاشمي. لاحظي انه تم اغتياله بسلاح الحكومه، سلاح الدوله العراقيه، والقاتل هو ضابط في الداخليه العراقيه، لكن في نفس الوقت هذا القاتل هو عضو في أكبر ميليشيات إجرامية في العراق، وبالتالي هذا يكشف للمجتمع الدولي أن هذه الميليشيات قد اخترقت الأجهزة الأمنية من وزارة الداخلية إلى وزارة الدفاع وصولا إلى وزارة الدفاع الأمن الوطني العراقي، وبالتالي أصبح القاتل يستخدم سلاح الدولة ويقتل باسم الدولة ويحمى باسم الدولة. هذا الضابط الذي قتل هشام الهاشمي يحمل وغيره كثيرون، يعني أستاذ علي، غير هشام الهاشمي كثيرون من المكرمين أن يصبح ملازم أول. نعم، وغيره كثيرون. كنت أقول نتحدث أيضا عن دور الأممي ودوره في تقييد منظومة القضاء في العراق في ظل عجزها عن محاسبة قتلة المتظاهرين والناشطين بجرائم الإخفاء القسري وغيرها من الجرائم، كيف يمكن للأمم المتحدة أن تحد من هذه الجرائم؟ يمكن من خلال مثل هذه الحملات، إذا كانت حملات ناجحة وتوصل الصورة الحقيقية إلى المجتمع الدولي. شوفي، سابقا كان المجتمع الدولي والأمم المتحدة تعتمد على شخصية واحدة وهي بلاش خارف في نقل ما يجري عن الوضع في العراق، وهذه بلاش خارف كما نعتقد نحن تتماهى مع الحكومة العراقية ومع أحزاب السلطة ومع الميليشيات وتقدم تقارير مغلوطة إلى الأمم المتحدة. ومن واجب الجاليات العراقية وحملة إنهاء الإفلات من العقاب أن توضح وتتصل بالأمم المتحدة وتكشف حقيقة الإدعاءات التي تقول عنها الحكومة العراقية أنها تلاحق القتلة، وتكشف حتى حقيقة ممثلة الأمم المتحدة التي تجلس مع القتلة وتتحاور معهم، وبالتالي لا يمكن أن يكون دور الأمم المتحدة دور تفاوضي مع جهة إرهابية أو جهة قاتلة أو جهة مجرمة في العراق. هذا ما نسعى إلى إيقافه في الفترة القادمة،
وأن تصل الصورة الحقيقية. الحكومة العراقية تقدم المزيد من الوعود الكاذبة، لا تقدم أي حقيقة إلى المجتمع الدولي، لكنه المجتمع الدولي كان يعتمد كثيرا على بلاشخارت ومكتبها في العراق، وهذا ما يجب أن يتوقف أيضا، لأن هناك نقل مغلوط للحقائق، ويجب أن تصل الصورة الحقيقية إلى المجتمع الدولي. شكرا جزيلا لك رئيس تحرير صحيفة يورو تايمز الأستاذ علي الجابري، حدثتنا عبر الهاتف من ستوكهولم.